طيب هنروح بسرعة، عايز أختم النهاردة اليوم مع الفراعنة، حكايات وأسرار وقصص مع أسرار المومياوات الفراعنة، وإزاي قدرت الأشعة وعلماء الآثار من إعادة كتابة التاريخ. هتقولوا ده إزاي؟ ده اللي هنعرفه تماما مع دكتورة سحر سليم، وهي خبيرة أشعة الآثار. إزاي الأشعة تقدر تقولك على تاريخ حاجات كتير جدا. هي في ضيافتي في التاسعة، خليني أرحب بيها. دكتورة سحر، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا. وشك حلو على مصر أصلا يعني. أهلا بيكي. أنا عايزة أعرف من خلال الدراسات يعني اللي حضرتك قمتي بيها، إيه أبرز المعلومات اللي قدرت أو ساهمت الأشعة إنها تنقلها لنا أو نعرفها؟ أنا هتكلم على اللي إحنا ساهمنا فيه كمصريين ولوزارة السياحة والآثار المصرية وبأيادي مصرية خالصة. وإحنا في يعني مشروع المومياوات المصري اللي أنا أشرف أن أنا أكون عضوة فيه من سنة 2006 إلى الآن، كشفنا على الكثير من أسرار المومياوات الملكية اللي إحنا درسناها، فبالتالي إحنا أسرار الملوك والملكات العظام. فمثلا توت عنخ آمون، وإن هو يعني ما ماتش في مؤامرة، بأن هو تم قتله بضربة على الرأس بالأشعة المقطعية. كشفنا أن العظمة اللي موجودة في الرأس كانت من جراء المكتشف بتاع المقبرة هوارد كارتر، لما حاول ينزع القناع الذهبي ففصل جزء منها. فده في وقت الاستكشاف بتاعه، في وقت الكشف. فالعظمة الصغيرة دي بالأشعة اللي اتعملت، الأشعة العادية اللي اتعملت في الستينات، قالوا لا ديت ضربة على الرأس، وعملوا فهو مات كده، وعملوا ده سبب موته، عملوا كده قصة. ونبحث برضو مع احنا بنشوف الصور دي، صور لأشعة للآثار، يعني دي أول مرة برضو احنا يعني نبقى متأكدين بأنه الأشعة دي. هل ممكن الأشعة تقول لي كان عنده مرض إيه؟ كان يعني أو سلالة مين؟ خليني أعلق على الفيديو. فضل. الفيديو فضل. ده كان في حفاير سقارة، وده في بير دفن 30 متر تحت الارض. وانا بنزل بالاشعه اللي هي الاشعه المتنقله، يعني حضرتك موجوده في البير تحت 30 متر تحت الارض. والاجهزه ديت والاستعدادات دي كلها يعني انا مصمماها بحيث انها تبقى يعاد فكها وتركيبها سهله، تنزل معاكي تحت، تنزل معايا واركبها في الداخل. وده له اهميه كبيره قوي، ده لصعوبة ان نطلع الحاجة، فالحاجة احسن تفضل في البيت. بالظبط كده، لان احنا طلعنا المومياء 30 متر هتتكسر على بال ما هتطلع، فاحنا بنفحصها في وضعها الحالي، وبنشوف مين اللي هيحتاج ترميم ومين اللي في حالة جيدة بحيث انها ممكن تترفع، ومثلا نعملها بالأشعة المقطعية. طبعا احنا واحنا شايفين حضرتك هنا متصورين انك في اي مكان، لكن انت موجودة 30 متر تحت، يعني حتى الاكسجين اقل، ده والحراره شديده، والحراره يعني دي حاجه صعبه جدا. ده صحيح، بس برغم من كده يعني الاثار والمومياوات تستحق ان احنا نبذل تستحق مجهود، التعب يعني وقله الاكسجين. ده صحيح. طيب دلوقتي احنا يعني برضو عودا للسؤال، يعني هل احنا بنقدر نقول والله نحدد الامراض اللي كانت موجوده عندهم او سبب الموت او حتى السلالات كانت عامله ازاي؟ يعني ده سؤال جميل قوي، وده فعلا احنا بنقدر نعمل كده، وده نتيجة لعملية التحنيط اللي القدماء المصريين عملوها على أعلى درجة، وحفظ للأجساد بحيث أنها زي أنا دايما بقول دي كبسولة زمنية، يعني زي الجسد أن هو اتحفظ بحيث أن احنا نعرف ان الانسان اللي عاش من 3000 سنه ده ايه الامراض اللي حضرتك معلش انت بتتكلمي، دي السيده انتصار السيسي السيده الاولى الحقيقه، وده تكريم يعني تكريم جميل الحقيقه. ده فعلا ده ايقونه المراه الناجحه، ده كان العام الماضي، وده كان ده تكريم لكل سيده مصريه يعني بتبذل من وقتها ومن علمها لصالح المنفعة. أكيد، وإحنا دايما بنبقى سعداء، يعني سيدة انتصار السيسي الحقيقة دايما بحس إن هي عندها يعني اهتمام كبير بالعظيمات المصريات، الرموز، المبدعات في مجالات كتير مختلفة، بلاقيها يعني هي سباقة الحقيقة إن هي تشيد بالمرأة المصرية طول الوقت. هو يعني فعلا، وحتى يعني أي جايزة حد بياخدها مننا يعني ده عبارة عن تمثيل
لأخريات يعني برضو لهم أعمال. أكيد. فكنا نرجع للجسد البشري اللي هو الموميا حضرتك دي المحفوظة. المومياوات اللي في متحف الحضارة. دي في المتحف المصري، وده كان ده حاجة المصري. مهمة قوي إن إحنا الجهاز الأشعة اللي حضرتك شايفاه ده أيوه. في حديقة المتحف المصري. أيوه. وده كان مناسب قوي إن إحنا بننقل المومياء إلى الحديقة للكشف عليها، فكان لازم قبل ما ننقلهم للمتحف الحضارة إن إحنا نعمل كشف بالأشعة المقطعية لكل المومياوات التي لم يتم يعني عمل الفحص لها من قبل، فهو ديت اللي احنا كنا بنبص عليهم. لما يعني آخر متحف رحته متحف الحضارة وشفنا المومياوات، يعني الحقيقة كان في يعني انتباه كبير جدا للأسنان الموجودة، للشعر الموجود، للتحنيط العظيم، حتى الرفات يعني الكفن نفسه موجود. إلى أي مدى تقدر الأشعة يعني مع مرور، احنا بنتكلم في 7000 سنة، ازاي الأشعة تقدر ترصد يعني تاريخ وحقائق مع رغم كل السنوات العظيمة دي؟ يعني أحدث بحث احنا نشرناه كان لسه من عدة أيام، من 28 ديسمبر بالضبط، وحاز على يعني من أحسن 10 اكتشافات أثرية في العالم كله، مش مصرية بس، في العالم كله سنة 2021. هو إن احنا كشفنا عن لفائف الملك أمنحتب الأول، وده بالأشعة المقطعية وبدون إن احنا نلمس المومياء، وكشفنا عن وجهه. احنا كان لسه كان في صورة معروضة، كان لسه في صورة لوجهه معروضة، وده من التقنية والعلوم اللي احنا بتساعد في الآثار، ومن ضمنها الأشعة. الأشعة عندها القدرة على اختراق الأجسام بطريقة حتى مع مختلفة كل السنوات دي بالزبط. بطريقة مختلفة حسب كثافة الجسم. فمثلا ما تقدرش تخترق العظم ولا دي أمن حطب، ده أمن حطب. المومياء جميلة قوي جداً. بدعوكم تشوفوها في متحف الحضارة المصري. متحف الحضارة اتنقلت متحف الحضارة. وده الوجه بتاع الملك من خلف كل القناع واللفائف، يعني هو ده الوجه، القناع والقناع، واللي هو الموميا بداخل ده كله. تخيلي ان كل ده تم بواسطة الأشعة المقطعية وبواسطة يعني التقنيات الكمبيوتر، ان انا قدرت اشيل كل اللفائف اللي هي آلاف الآلاف اللفائف. طيب أنا عايزة أمنحطب تحديدا كان في تصريحات أجنبية كثيرة أساءت في حقه، هل هنا الأشعة برأته بقى يعني حق المومياوات يعني اتكلموا يعني عليها؟ تمام. هو أمنحطب الأول كان من ضمن المومياوات الكهنة في الأسر اللاحقة اللي هي في أسر 21، كان عايزة تحافظ على المومياوات الملكية للملوك السابقين، فأخذته من المقابر بعد ما تعرضوا للنهش من حرمية المقابر، وأخذوهم وأعادوا دفنهم في خبيئات في حفر جوه أيوة. الجبل اللي احنا اكتشفنا الخبيئة الملكية بتاعت الدير البحري اللي من ضمنها الملك أمنحتب الأول. ولكن كل المومياوات دي تم الكشف عنهم لما جوا القاهرة، كلامنا سنة 1800 يعني وأواخر 1890 أو حاجة زي كده، وتم فعلا كشف عن كل اللفائف ما عدا الموميا ديت. فإحنا فقدنا إن إحنا نعرف كهنة الأسرة 21 عملوا إيه، ما نعرفش عملوا إيه، إحنا فكينا. الموميا الوحيدة اللي احتفظت بكل الأسرار هي كانت أمنحتب الأول، وبينت لنا إن الكهنة دول اتعملوا معروف كبير في ملوكهم السابقين، وان تم الحفاظ على جثمان الملك، بالعكس كمان حطوا العديد من التمائم وحافظوا، حتى الملك بيلبس يعني حزام من 34 خرزه ذهبيه. لو كانوا عايزين يسرقوا كان الكلام بيتقال ان هم ديت عباره عن طريقه لسرقه محتويات الملوك لاستخدامها لملوكهم في الأسرة 21. طبعا كل الحاجات دي كلها من دي كانت حاجات مسيئة، مش من مش المستشرقين حقيقية. هم يعني المستشرقين اللي بيجوا بيقولوا الحاجات دي كلها. احنا بالعلم وبالدليل بنثبت ان لا، يعني زي ما احنا كمصريين بنحافظ وبنقدر
مثلا ملوكنا وزعمائنا. فنفس الشيء السابقين كانوا برضو بيقدروا ملوكهم. هنا التاريخ بقى اللي هو انا مصري، انا فاهم المصري اللي زيي، حتى ولو كان جدود، يعني جدود وجدود، احنا عارفين التاريخ بتاعه بيقول. ده صحيح. واحنا كمان يعني بنصلح التاريخ او كتابة التاريخ بس بالعلم. صحيح. يعني بدون تحيز وطني، لان ده هيبقى مش علمي. احنا أكيد. بنعمل كده بس بشكل علمي. اكيد. الحقيقه دكتوره سحر اصله يعني الخبيئات، هستخدم كلمه خبيئه لاني بحبها، اللي بيستخبى فيها الحاجات، عندنا يعني كواليس واسرار كتير هتفضل موجوده مع التاريخ ده. انا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت كان صغير بس المعلومات كتيره. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا في التاسعه دكتوره سحر سليم خبيره اشعه الاثار، ونورتينا في التاسعه.